نعم اسمعي، في الحقيقة الصفقة تمت، هناك تبادل للسجناء، 5 سجناء أمريكيين مقابل 5 سجناء إيرانيين. طبعا السجناء الأمريكيين هم مزدوجي الجنسية، يعني هم إيرانيون يحملون الجنسية الأمريكية. تمت هذه الصفقة طبعا بعد محادثات سرية وبرعاية قطرية، وكانت الدوحة تستضيف جولات لا تقل عن 8 جولات من المحادثات السرية التي مضى عليها ربما يقرب 2 عامين من هذه المحادثات، هي ليست بالجديدة. تمت هذه المحادثات في الدوحة طبعا في جولات سرية. في بداية إسماعيل كانت هذه المحادثات بخصوص الملف النووي، ولكن بعد أشهر من هذه المحادثات وتبين أن من الصعب الوصول إلى ربما اتفاق أو تقارب في وجهات النظر، تحولت هذه المفاوضات والمحادثات إلى السجناء، وتمت هذه الصفقة طبعا برعاية قطرية، وكان هناك دور أيضا لسلطنة عمان وسويسرا وكوريا الجنوبية، بالإضافة أيضا لتبادل ب5 من السجناء. أيضا هناك تحرير 6 مليارات دولار من إيرادات النفط المجمدة الإيرانية في كوريا الجنوبية. أنت تعلم إسماعيل أنه منذ أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاقية النووية في عام 2018، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران، وذلك لتجميد أصولها ولخفض إيراداتها صادراتها من النفط. كانت كوريا الجنوبية هي من أكثر المشترين للصادرات النفطية الإيرانية. حصلت في وقتها في عام 2018 كوريا الجنوبية على ربما إعفاء مؤقت لنقل للتواصل أو استكمال عملية الشراء، ولكن في 2019 وعندما تم الحظر الكامل على صادرات النفط الإيرانية، تم تجميد إيرادات النفط الإيرانية في سيول، وهي كانت 7 مليارات دولار. واليوم وبإتمام هذه الصفقة تم الإفراج عن 6 مليار دولار، طبعا تم تحويلها إلى بنوك في الدوحة ومن ثم إلى إيران. طبعا هذه الصفقة كانت التي قام بها إدارة بايدن لاقت طبعا نقدا لاذعا من الجمهوريين الذين اعتبروها ربما فدية لاسترجاع السجناء 5. نعم اسماعيل. طيب أمل، يعني اليوم هذه الأموال المجمدة كيف سيتم صرفها، يعني من خلال المعلومات عن الصفقة؟ طبعا من بنود الصفقة التي تمت بين واشنطن وطهران والتي كانت برعاية قطرية، هناك من ضمن هذه البنود التزام إيران بإنفاق هذه الأموال في الأمور الإنسانية، في شراء الأدوية والأغذية. قالت واشنطن أن لديها آليات لمراقبة تصريف هذه الأموال، لا نعرف كيف ستتم هذه الآليات، ولكن الخزانة الأمريكية بالإضافة إلى طبعا مشاركة الدوحة في ذلك، يعني ستكون هناك مراقبة قطرية أمريكية في كيفية صرف هذه الأموال. ولكن هناك من يرى أيضا من المنتقدين أن دائما ما كانت طهران تلتف على العقوبات الأمريكية وتجد لنفسها طرقا لصرف هذه الأموال. أعتقد يعني هناك من يرى أن هذه الأموال ربما ستصرف أيضا في أمور عسكرية، ولن تستطيع الولايات المتحدة أن تكون الرقيب والحسيب على صرف هذه الأموال كما تقول. طيب رغم إتمام هذه الصفقة، يعني ما زالت أو الولايات المتحدة الأمريكية تتعهد بمواصلة فرض العقوبات على طهران، اليوم كيف يتم قراءة ذلك؟ في الحقيقة إسماعيل، تزامنت هذه الصفقة مع فرض الولايات المتحدة لعقوبات على الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وأيضا الاستخبارات الإيرانية. ربما واشنطن هنا تريد أن تقول أنها تفصل ما بين هذه الصفقات
التي تقوم بها هذه الصفقة والتي وصفتها هناك. طبعا إيران تصفها بالصفقة الإنسانية، سنتحدث عنها فيما بعد لماذا تصفها بالإنسانية. واشنطن تريد أن تفصل ما بين هذه الصفقات وما بين الملف النووي وما بين دور إيران في زعزعة المنطقة. العلاقات الأمريكية الإيرانية لا أعتقد أنها ستكون في بهذه يعني ستتحول بشكل فجائي إلى هذه السلاسة التي ربما يتحدث البعض عنها أنها ستكون هذه الصفقة بداية لصفقات أخرى ربما تكون، ولكن لن تكون في مجال الملف النووي أو في المجال الاقتصادي، ربما تبقى في هذا المجال الإنساني ربما كما سمتها. إذن العقوبات، واشنطن تريد أيضا أن ترد على الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أبرم هذه الاتفاقية يريد أن يرد أو يوقف أو عفوا يقطع الطريق أمام منتقدي هذه الصفقة بالقول أن العقوبات ما زالت مستمرة على طهران. طيب أمل، لقد قلت أن إيران وصفت هذه الصفقة بالإنسانية، لماذا؟ أنت تعلم إسماعيل أن المؤسسة الدينية الحاكمة في إيران دائما ما كانت تستخدم العداء للولايات المتحدة كعامل حشد جمهوري، يعني كانت دائما ما كانت تحشد الجمهور الإيراني حولها، أتكلم عن المؤسسة الدينية الحاكمة، دائما ما كانت تحشد الجمهور الإيراني حولها في هذا الاتجاه، هو العداء للولايات المتحدة الأمريكية، طبعا رغم العزلة السياسية ورغم العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها وتفاقم الوضع الاقتصادي بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن منذ قطع العلاقات حقيقة بعد الثورة الإسلامية عام 1979. إيران اليوم تريد أن تتجه إلى الداخل الإيراني مرة أخرى من بعد هذه الصفقة، وتفسر هي للجمهور الإيراني أنها كانت صفقة إنسانية لا أكثر، وأعتقد أن إيران نجحت في هذا الأمر، أنها وصفت للداخل الإيراني. تتعلم من خلال هذه الصفقة الكل يتجه إلى الداخل، إن كانت إدارة بايدن تتجه إلى الداخل الأمريكي، وسنتحدث عن الانتخابات الأمريكية القريبة، أيضا طهران تتجه إلى الداخل الإيراني واستفادت من هذه الصفقة لتبين أنها كانت صفقة إنسانية وكي لا تتنازل عن ما كانت تستند عليه دائما وهو العداء للولايات المتحدة الأمريكية للحشد الجمهوري الداخلي لديها. طيب أمل، يعني يبدو أن موضوع العلاقات الأمريكية الإيرانية قائمة على فصل الملفات، ملف السجناء، ملف النووي، ملف النفوذ في منطقة الشرق الأوسط. يعني اليوم نرى أن قلتي أن إيران تريد أن تعود بهذا الإنجاز إلى الداخل، وأيضا إدارة بايدن تريد أن تعود إلى الداخل حيث الانتخابات في 2024. ألا ترين أن هذا إتمام هذه الصفقة هي عامل مساعد للرئيس الأمريكي جو بايدن في مواجهة خصومه من الجمهوريين في الانتخابات القادمة، كما سيعزز من أسهم الديمقراطيين؟ بالتأكيد إسماعيل، يعني هذه الصفقة حصل عليها جو بايدن، ونريد أن ننوه إلى نقطة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن الآن هو في مرحلة المرشح الرئاسي، يعني هناك بدأ التنافس الرئاسي والحملات الانتخابية، والرئيس جو بايدن يريد أن يحقق انتصارات داخلية في الداخل الأمريكي طبعا الحملة الانتخابية في يعني مواجهة الجمهوريين. هذه الصفقة كانت صفقة ناجحة أيضا بالنسبة لإدارة بايدن، حصل على ربما لنقل تحفيز مشاعر الأمريكيين اتجاه إدارة بايدن. دائما ما كان الرؤساء الأمريكيون يتحدثون أنه لا يجب أن يبقى أي معتقل
أو سجين أمريكي بريء في السجون خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما سعى إليه إدارة بايدن وحققه بالطبع. نتحدث أيضا يعني عقب على ما قلت قبل قليل أن إيران أيضا لا تريد التطبيع الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تشعر أن ذلك قد يضعف شرعيتها وقد يضعف أيضا نفوذها في المنطقة. إذن طهران وواشنطن هما لنقل قامت بصفقة، هذه الصفقة كانت لنقل رابح، يعني الطرفين هما كانا بمثابة لنقل صفقة داخلية أيضا، يعني حصلت على صفقة داخلية من خلال استحفاز مشاعر الداخل الأمريكي إن كان أو الإيراني. هناك نقطة أيضا إسماعيل، طبعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الآن موجود في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة الجمعية العامة للأمم المتحدة. قبل انطلاق إبراهيم رئيسي، وكالة تسنيم الإيرانية وهذه الوكالة نحن نعلم أنها المقربة من السلطات، وكالة تسنيم قالت أن إيران ليس لديها مانع من أن تكون هناك اتصالات غير مباشرة، طبعا أتحدث هنا عن الملف النووي، أن تكون هناك اتصالات غير مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية للوصول ربما إلى يعني لنقل تجديد المفاوضات والمحادثات والوصول إلى اتفاق نووي. ولكن السؤال، هل الولايات المتحدة الأمريكية ستقبل بهذا المحادثات عبر الوسيط؟ يعني إذا لنقل هل سيكون هناك تقبل بهذا الوسيط الذي تتحدث عنه وتروج له وكالة تسنيم؟ أيضا هناك نقطة أخرى دائما الكل يتساءل اليوم، إذا كانت هذه الاتفاقية اتفاقية تبادل السجناء ستكون بداية لاتفاقيات أخرى. أنا برأيي إسماعيل أن إيران التي حصلت على 6 مليارات دولار وقبلها بشهر أيضا حصلت على 10 مليار دولار من عائداتها للكهرباء من العراق، يعني هي أعتقد أنها ليس بحاجة لأن تكون هناك قيود على برنامجها النووي أن تصل إلى اتفاقيات أخرى تقيد برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم، فهي تحصل على أموالها بطرق أخرى، وهذا ما حذر منه الجمهوريون وحذرت منه أيضا منظمات إنسانية كثيرة، وقالت أن إيران ربما تتخذ من هذا الأسلوب، يعني تتخذ من السجناء يعني احتجاز مواطنين أمريكيين أو من غير دول يعني لتفرض هذا الأسلوب على الدولة المقابلة. يعني أعتقد أن إيران تحصل على ما تريد، تحصل على أموالها، فليس هناك داعي لأن تعقد صفقات أخرى تقيد برنامجها النووي. جزيل الشكر الصحفية أمل معمي، كنت معنا من غرفة الأخبار، شكرا على هذه المداخلة.